أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme sallala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya ilahel alemin ve ya rahmer rahimin, okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecz-i mensubu, Efendimiz aleyhisselam ve mübarek ruhu şereflerine, ve bütün peygamber, nizam, sahabe, ikram, evliya, yarifin, meşahin, mürdin, ehli iman ve ehli İslam ruhlarına hediye edildik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya rahmer rahimin ve burada meftun bulunan şehit. Ömer Halis Demir kardeşlerimiz. Erdal Sungur, Mahir Tüfekçi kardeşlerimiz. Ve burada meftun bulunan bütün din kardeşlerimizin ruhaniyetine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi.
Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Esselamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Selam. Ömer kardeşimizin validesi için de bir Fatiha okuyalım. Allahümme salli ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim.